إذن هنا ما في فائدة من تحرير الأرض، لأنه فقدنا الإنسان، فقدنا الإنسان. عشان كده أسي الآن أنا بقول الكلام ده، والقوات المسلحة تعرف تماما أنه الآن في انتهاكات بتحصل على مستوى الهلالية. أنا بقول لك الكلام ده في الهلالية، تحديدا في الهلالية في انتهاكات قاعد تحصل. في الجزيرة دي تمت استباحتها من كل، أديك معلومة، في قرية من القرى دي تمت استباحتها امبارح، بقولوا لهم لو ما جيتوا سلمتوا نحن بنجي نخش نبيل لكم. بحمد الله طلعنا وتكلمنا، وجاءت القوات المسلحة وضربت مواقع كثيرة على مستوى الجزيرة بالمسيرات وبالسلاح. الله يبقى قاعد الضرب بالمسيرات وبالسلاح، ضربت الحرقة الحمد لله رب العالمين، والزرق وأزرق وأزرق والسريحة اللي هو تابعين لمحلية الكاملين، وعندك تاني منطقة سليم، وعندك تاني بعض القرى على مستوى الجزيرة. جاء طيران، الطيران ما كافي، لذلك نحن نقول القوات المسلحة المناطق حساسية ميليشيات الجنجويد مع إنسان الجزيرة أصبحت كبيرة جدا جدا، يجب على القوات المسلحة أي منطقة تخشها قوات مسلحة ترتكز فيها، خدت فوق ارتكاز، خدت فيها ارتكاز، يسوق معكم المواطن ذاته يمشي معكم سويا، يتقدم معكم قدام، مرة راجل يمشي معكم قدام. لأنه لما المواطن يكون موجود ما قاعد فيها ارتكاز، ما تأمنت المنطقة، حتجي الميليشيا بتاعت الجنجويد تواجههم، حتبلهم وحتدقهم بال 23 وبشنو بشنو بشنو بكل حاجات قاعد تعمل الميليشيا، كلكم شايفين. يبقى إذا نحن بنقول الكلام الواضح، يبقى على القوات المسلحة في مناطق كثيرة في قرى ولاية الجزيرة اللي بتنتهك دي، إنه أول ما يدخل الجيش لازم يكون في تأمين. ما تأمنت المنطقة دي حتجي الميليشيا وترتكب فوقهم حاجات أفظع من الحاجات اللي حصلت. كلام ده واضح يا أخوان؟ ده نداء لقيادة القوات المسلحة. طيب في ضربات حصلت على مستوى ولاية الجزيرة ذات نفسها، وطمئن بها الناس، ما نحن بنقول الحق وبنجي نشوف الحق ده نحن بنقوله ولو فين ده. في ضربات حصلت من القوات المسلحة من الطيران والمسيرات، هسي كاب الجداد، ودي كاب الجداد دي هي الحد أمن بعض القرى اللي خشت المسيرات أمس، واستفسلوا أبناء القرى في مناطق كثيرة، مناطق كثيرة ما في داعي لذكر أسماء عشان الميليشيا ما تستهدفها، لكن في مناطق كثيرة على مستوى ولاية الجزيرة أمس أولادهم والليلة استفسلوا استفسال كبير، وقفوا وقفة حقيقية وصدوا للميليشيا قرية إكس والقرية زيت والقرية الفلانية. طيب الضربة الليلة اللي حصلت لكاب الجداد دي حد أمن قرى معينة، في قرى معينة أهلها اتصدوا للميليشيا، حيتم تأمينها بعد الضربة الليلة اللي حصلت لكاب الجداد قبل شوية، ممكن قبل ساعة من الآن، ضربة بتاع الطيران لمنطقة كاب الجداد. قرى الرفاعة برضو محتاجة لعملية بتاعة تأمين كبير، ما كافي إنه المسيرات فقط. بوعدكم وده كلام أنا بقوله لكم، إنه القوات المسلحة جاية عليكم، ده كلامي لكم، القوات المسلحة جاية عليكم. دعواتكم والصبر والناس تستبسل بإذن الله سبحانه وتعالى منتصرين. والحصل للجزيرة ده يعني في قمة المأساة، وكلنا عارفين الحاجة دي، لكن الخيارات كلكم انتوا شايفينها يا أهلنا في الجزيرة، الخيارات كلكم شايفينها، وبإذن الله سبحانه وتعالى الجزيرة محررة وعن قريب من أي تواجد لميليشيا بتاعت الجنجويد، عن قريب أي تواجد لميليشيات الجنجويد الجزيرة حتكون محررة منه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نمشي قدام شوية ونمشي للحاجات الثقيلة. اشتركة فوق، تحية للقوات المشتركة، والتحية للقوات المسلحة، والتحية لجهاز الأمن، والتحية للمستنفرين، والتحية لكل الناس الماسكين السلاح وبيساندوا في قواتهم المسلحة وواقفين مع القوات المسلحة جنبا إلى جنب. طيب الليلة في انتصار كبير جدا جدا حصل على مستوى ولاية دارفور، انتصار كبير جدا جدا الليلة حصل على مستوى ولاية دارفور. أول حاجة في ولاية شمال دارفور، وفي ولاية جنوب دارفور، وفي ولاية شرق دارفور، الثلاثة ديل الليلة في جقم تقيل، أقسم بالله جقم من نمه، جقم زي الجقم. ناس نيال، يا ناس نيال، انتوا البلد في حالة بتاعت حرب، وكمان شقالين تشيكسي وفي وادي وين ما عارف، وشقالين عملية بتاعت طرب ودنيا وبرنامج. هذا كلام عجيب والله، ده كلام عجيب جدا جدا. تشيكسي قالوا كده في نيال وضاربين الأجواء والدنيا والعالمين وتاكلين. اوي انتوا
تبر البلد دي ولا شنو ولا قاعد يحصل للسودانيين ده ما هاميكم ولا ما عاجبكم ها؟ أقالين تكسي والدنيا وبرنامج ضاربين الدنيا والدوكل شيش والجبنات مع الواد وضاربين جو الخريف أوي في شنو؟ ها؟ في شنو يا ناس نيالة؟ في شنو؟ أوي أحياء الله أنا بقول لكم عديل كان مواطنين كان مواطنين مواطنين عديل كان مواطنين الموجودين الليلة في الوادي وبسووا كدي ديل ها؟ بسووا كدي أنا بقول لكم عديل أقسم بالله العظيم الطائرة دي جات حامة الميجة الجحم بفوق ده دي عملية استطلاعية بغض عشان نديكم لا بالواضح ده شغل بتاع استطلاع فوق وأحمد الله إنه شنو جغم بس مركزين جغم ليه مركزين بس يعني ما دقاكم وده فهم القوات المسلحة لكن اللي بيسووا فوق تجمعاتكم دي انتوا كمواطنين عشان ما تحصل عملية بتاع الضرب وتقعدوا تتكوركم ضربونا وسووا لينا وفعلوا لينا وايوب علي هتقعدوا تعملوا الكلام ده يبقى اذا عليكم التجمع اللي قاعدين يحصل ده ها خلوا شغلتكم اللي بتسووا فوق حقت التجمعات دي خلوها عليكم الله يا اخواننا الناس تعمل شير نوريكم له ها ناس قاعدين برا السودان والله ده كلام عجيب ها اوي انتوا قاعدين برا الدوله السودانيه دي شغالين ترقصوا كمان عليك الله دقيقه ونوريكم له شوف شوف الرقيص وشوف الدنيا كمان ها آه كيكسي كلام عجيب اقسم بالله العظيم انتوا ديل قريبين لا اله الا الله شو انا عم ارسل اوي يا في حاله بتاعت حريم انتوا دارين تقعدوا هناك على دارين هناك كيكسي ودنيا وبرنامج وكلام فارغ وهناي اول ما تحصل عمليه بتاع الضربه تقعدوا تتبكوا وتتجوكوا ده وريناكم وريناكم شغلتكم اللي بتسووا فوق دي والله شغله ما عديله الليله المشتركه دي اخواننا ديل بيموتوا في عشان منو؟ التضحيات اللي بيتم تقديمها دي كلها عشان منو؟ عشان البلد دي تبقى لكن انتوا ضاربين ليه هناك البنجو والشيش والجنبات والدنيا والصعلقة والتشيكسي والكلام الفارق تتبلوا والله العظيم المرة الجاية ما حيكون جحل لك والله المرة الجاية حيكون في براميل متفجرة اقسم بالله العظيم حتكون في براميل متفجرة بالكميات المرة الجاية طيب نمشي نشوف لقدام نشوف ان القوات المسلحه الليل عملت شنو عبر نصر الجو على مستوى ولايه دارفور. اول حاجه بحمد الله سبحانه وتعالى الليل قواتكم المسلحه استطاعت عبر نصر الجو انها تضرب 3 ضربات على مستوى ولايه شرق دارفور. الضعين. طبعا في ناس كثيره لما يقولوا الضعين بقول لك يا اخي الضعين دي ومعقل يا اخوانا الضعين دي فوق مجموعه كبيره جدا جدا من القبائل السودانيه. مجموعه كبيره جدا المعلومه دي الناس تعرفها. مجموعه كبيره جدا جدا من القبائل السودانيه على مستوى ولايه شرق دارفور في الضعين. اخواننا الكلام ده مهم جدا زي ما انت بتهتم لانه تسمع الكلام عن الخرطوم عن موقع بيتك برضو كذلك في ناس هنا بيحبوا انه يسمعوا عن مواضع بيوتهم الضعين دي فيها ناس الان موجودين في بورسودان في ناس الان موجودين برا السودان في ناس الان موجودين في مصر في مناطق كثيره جدا جدا من ولايه شرق دارفور برضو فقدوا بيوتهم وفقدوا داري يعرفوا انه الحاصل شنو لانه في ناس كثيره شايف انه لما نتكلم عن المواقع دي طوالي هنا شنو بيجي يكتب لك بقول لا الناس لازم تعرف ولا شرق دارفور فوق قبائل سودانيه فيها مجموعه كبيره جدا جدا من القبائل السودانيه غير الناس اللي بيتكلموا عن انه القبيله الفلانيه ولا القبيله العلانيه طيب الليل الطيران يا اخواننا ضرب 3 ضربات على مستوى ولا شرق دارفور اول حاجه مخزنين للذخيره في مخزنين للذخيره بحمد الله سبحانه وتعالى دمرنا الطيران نحن موريناكم يا جنجيت هم جنجيت بيحتاروا انه المعلومه دي بتمشي منين ما نحن لما قلنا لكم انه اقسم بالله العظيم انه في استخبارات في جواكم نحن ما قاعدين نكذب الحاجه دي والله في اي موقع سواء كان في الضعين شرق دارفور وفي جنوب دارفور والله في نصكم حتى التجمع بتاع التشيكسي والصعاليك الليل المتجمعين في وادي وين ده والله في نصكم في استخبارات والطائره دي ما جات ساي الطائره دي جات لانه في نصكم في استخبارات ادوا الاحداثيات ده قالوا تعالوا استكشفوا فهمت؟ ففي 3 ضربات مخزنين للذخيره وتجمع لميليشيات الجنجويد على مستوى ده الفزع الاخير اللي ماشي لسابنا من وين من شرق دارفور من الضعين الفزع الاخير طيب حاجه ثالثه الناس دارت تعرفها من هنا بنتكلم مع موسى هلال الشيخ موسى هلال طبعا في اليومين ديل كل الناس عرفت تماما اي ذول يا اخواننا دار ينسحب من الميليشيا بتاعت الجنجويد على مستوى ولايه دارفور بيمشي ايه بيمشي للشيخ موسى هلال في مستريحه
دي حاجة كويسة، احنا بالنسبة لنا دي حاجة كويسة. ما هو طالما خلاص انه الشيخ موسى هلال عنده كونتاكت مع القوات المسلحة كيف دي دي حاجة كويسة، ما حاجة كعب، الناس لازم تعرف المعلومة دي. فمن معلوماتنا ومن مصادرنا انه جوفت لمستريحة لمعقل الشيخ موسى هلال هناك، والوفد ده بيتكون من المجهوم سابقا اللي هو مستشار حميتي يوسف عزت. يوسف عزت طبعا الناس لازم تعرف انه هو انسلخ من الميليشيا. انسلخ بعد شنو؟ انسلخ بعد لانه عرف تماما انه الضغط وانه الميليشيا دي الى زوال، وانه هؤلاء لا يمكن